السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ فيديو النهاردة فيه كده حديث أنا بحبه جدا جدا جدا. حديث بيقول لك ايه؟ ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا الصحابة يعني إذا نكثر، قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكثر. الحديث ده في قمة الروعة اللي في الحياة، حلو جدا، ده يشجعك جدا انك تدعي، بتعمل حاجة انت كل اللي جايلك منها خير، يعني سواء دلوقتي او بعدين. حتى يعني كان في حديث بيقول ان ربنا بيغضب لما احنا مش بندعي، بيغضب من العبد. فانت متخيل الموضوع ماشي بالعكس، يعني هو عايزك انت اللي تيجي انت تقبل. في حديث ثانية برضه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله: انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا دعاني. جميل جميل جدا. غير طبعا في برضه حديث يقول لك الدعاء هو العباده، وفي برضه الايه وقال ربكم ادعوني استجب لكم، بيحثك جامد جدا انك تعال ادعي. عندك ايه عايز؟ نفسك في نفسك في حاجه معينه، خير، منع شر، مساعده، موجود الدعاء، موجود وربنا موجود على طول. ف ما تدعيش ليه؟ الخير كتير، الخير كتير، بس احنا بنمنعه عن نفسنا. فده اللي احنا محتاجينه، احنا بس قبل المغرب مثلا بساعه في السجود كده قاعد وقعت في مشكله على طول على ربنا، من غير طبعا مشكله برضو، مش لازم تبقى عندك مشكله عشان تدعي ربنا، يعني دايما خليك معايا كده وانا برضو بحاول اكون معاك. بس كده، ربنا يتقبل منا ومنكم. السلام عليكم.